بلاك جاكوار اكتشف راسو بلاك جاكوار اكتشف راسو وباقي تيكتشف راسو اليومين هذا من هذيك الوقت لدابا حيت انا كتعاملي مع الموسيقى ومع لي ستيل انا كنت ديما تناخذ داكشي بيني وبين راسي. واحد الوقيته قلت ما يمكنش هذا الشيء يضيع، هذه موهبه ماشي شي حاجه عاديه اللي يمكن لك تدوزها ويتدوزوها كاع اي الناس، حيت المواهب تتعطاو من عند الله. قلت علاش ما نطورش راسي، علاش ما نخدمش راسي، علاش ما نحاولش نكري واحد النوع الموسيقى اللي هو جديد اللي ما كاينش في, 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 في الموسيقى العربيه. انا هادشي اللي تنحاول ندير مع انني انا تندوي بالدارجه المغربيه، تنحاول نطور الدارجه المغربيه والموسيقى المغربيه، ولكن ملي تجي تشوف في الميدان العربي تتلقى كذلك بان هذاك الستيل ديالك راه ما كاينش. اذا شي حاجه جديده حيت هو مجرد فكره. انا حيت منين كنت صغير كنت نسمع الاغاني الغربيه او جميع انواع الموسيقى، حيت انا ما اختاريتش واحد النوع موسيقي معين، وتنقول علاش هذا النوع الموسيقى ما يكونش بالدارجه، واش الدارجه ديالتنا ما يمكنش لها تطور وتغنى بهذا الستيل اللي هما بحال الريغي بحال البوب بحال ار ان بي بحال واحد النوع ديال الراب اللي تنديرو انايا، فهمتي؟ حيت الراب حتى هو ماشي كله تيتشابه، حتى الراب اللي تندير مغاير على الراب اللي كاين. وصافي جات الفكره وحاولت نخدم عليها وطبقتها، حيت انا اللي تنكتب الاغاني ديالي، انا اللي تنلحن وانا اللي تندير كل شيء. حاولت نخدم على هذا، شد ليا واحد الوقت مع ان كاين شويه صعوبات ما ندويوش عليهم بوحدهم، تنبعدو ندويو على الصعوبات، انما حاولت نطور هذاك الشيء اللي بغيت.